اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي ليله. وبالتاكيد واحنا بنختم الاسبوع بقى، كل سنه وانتم طيبين، عيد الاضحى المبارك ان شاء الله، وقفه العيد يوم السبت، واول ايام العيد ان شاء الله يوم الاحد. كل سنه والشعب المصري والامه الاسلاميه والامه العربيه يا رب بخير وسلام دايما يا رب. في ضيافتي في هذه الفقره، وهو صاحب بيت بالتاكيد، كابتن امير عبد الحميد، حارس مرمى النادي الاهلي الاسبق ومدير فرع اكاديميه النادي الاهلي في الشيخ زايد. كابتن امير منورنا وشرفنا، وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا محمد، ومتشكر جدا على الكلام الحلو ده. زي ما انت حضرتك قلت في البدايه، يعني ده بيتي، يعني انا دايما اكيد قناه النادي الاهلي او في النادي الاهلي ده بيتي اكيد، وبتشرف دايما وانا موجود معاك. يعني اكيد الشرف لينا. كنت معايا قبل ختام الدوري، اخر مباراتين بالنسبه للنادي الاهلي، والاهلي اصبح بالفعل بطلا لدوري العام رقم 41. طبعا بقالنا فتره بنتكلم عن البطوله والكواليس والاحداث، وسنه كامله، سنه ميلاديه مش موسم، كانت سنه ميلاديه. لكن ايه اللي تقدر تقوله في اللحظات دي بعد الفوز ببطوله الدوري والاحداث اللي عاشها النادي الاهلي على مدار هذا الموسم بشكل عام؟ زي ما قلت قبل كده ان النادي الاهلي طبعا نادي كبير، والنادي دايما بيلعب على البطولات، ونادي عنده جمهور عظيم، عنده جمهور كبير، فطبيعي، ولاعيبه مميزه، مجلس اداره مميز، فطبيعي ان انت اي لاعب او اي مسؤول جوه النادي عارف ان هو بيلعب على تارجت معين، وهو الدوري العام او بطوله افريقيا او ايا كان البطوله. النادي الاهلي دايما بيلعب على البطوله. النادي الاهلي يمكن مش هقول هو كان في اداء مش مميز في اول السنه، ولكن احنا هنتكلم على المؤجلات هي اللي كانت عامله الفرق البناط اللي موجوده بينه وبين نادي الزمالك ونادي بيراميدز اللي هم المنافسين للنادي الاهلي. لكن اللعيبه عرفت، كان عندها مسؤوليه كبيره جدا، انا بحييهم طبعا وبحيي الجهاز الفني ان هو قدر يستحمل الضغوطات دي، لان انت اما صعب عليك انك انت تجمع بناط عشان تاخد الدوري، وكان البناط كتير. تاني حاجه، بيراميدز كان داخل بقوه، عنده ناس مميزه، عنده يعني عمل حاله، جاب لعيبه مميزه كتيره جدا، عمل قلق نفسي في للانديه الكبيره او الصغيره. ولكن النادي الاهلي انت عارف في الحاجات اللي زي دي عنده خبرات كبيره جدا، وتاريخه بيقول كده، ان هو وقت المشاكل او وقت الصعب اللي بيعدى عليه، سواء في هزيمه او تعادلات، وده اللي قابلنا احنا، كنا في يعني في عرض اي نقطه كان النادي الاهلي بيجمعها، ولكن حصل دروب زي ما قلت قبل كده في ماتش الداخليه، تعادلنا ماتش المقاولين خسرنا، فده قلنا شويه. كنا طالعين من بطوله افريقيا، لكن اللعيبه والجهاز، دور مجلس الاداره، كابتن خطيب طبعا عنده خبرات كبيره جدا وحنكه في ان هو يبعد الضغط العصب على اللعيبه اللي موجوده، وده اللي يمكن احنا كنا في النادي الاهلي متعودين عليه بالظبط. دايما مجلس الاداره بيشيل الضغط على الجهاز الفني واللعيبه، وخصوصا بعد بطوله كبيره زي افريقيا، ان انت تخسر بعدد الاهداف دي كتيره جدا عن النادي الاهلي، وفي النهائي ماتش سان داونز، دي كلها كانت تحديات. تحديات، ولاعب النادي الاهلي متعود على التحديات، ولازم يتعود على التحديات. وزي ما قلت احنا قعدنا نجمع، واللعيبه اتحط تحت ضغط كبير جدا، قدرنا الحمد لله نجمع بناط، ولحد ما جينا اللي هو الهدف الاكبر، ان احنا النفس الطويل زي ما بيقولوا. ايوه، النادي الاهلي نفسه طويل جدا، بس المره دي كانت طويل قوي. كان طويل، بس طويل قوي. البطوله كانت 362 يوم بالظبط، حصل دروبات، حصل خروجنا من بطوله افريقيا، الدوري وقف عشان بطوله افريقيا اللي موجوده هنا، الاستعدادات ما كانتش، يعني بتقلق شويه، خصوصا ان انت بتقف شويه، بعد كده تاخد اجازه، وبعد كده عندك اللعيبه الدوليه، يعني بتبقى الامور صعبه قوي انك انت تجمع اللعيبه المحليه واللعيبه الدوليه. النادي الاهلي عمل معسكر جامد في اسبانيا، عمل ماتشات كويسه في اسبانيا، استعد كويس، لعيبه المنتخب الدوليه كانت اوريدي جاهزه. فزي ما قلت النادي الاهلي كان النفس الاكبر بقى، ان انا اخر ماتش او ماتشين احنا الحمد لله كسبنا المقاولين، نادي الزمالك تعثر قدام الجونه، خلاص انت خدت الدوري، ماتش اللي هو مش عايز احتفاليه او بطوله خاصه سواء لنادي الزمالك او النادي الاهلي، ان انت تكسب نادي الزمالك برضو دي حاجه قويه جدا، وتحسب للعيبه والجهاز الفني. فبصراحه يعني انا بشكر اللعيبه والجهاز والمجلس الاداره ان هو واقف جنب الناس، وده دور مجلس الاداره، وان شاء الله اتمنى بقى البطولات اللي جايه باذن الله يبقى تركيز اكبر باذن الله. دعم الجماهير يا كابتن امير، وانت بتتكلم في بطوله، البطوله من بدايتها لنهايتها بتكتب فصولها او بتكتب المواقف والذكريات اللي مرت عليك على مدار البطوله، لكن احد الفصول المهمه لفوز الاهلي بهذه البطوله كان الجمهور. الجمهور اللي كان مساند ليك في البطوله الافريقيه في مباراه سان داونز، وبعد الخروج ما استناش يوم او اتنين ويوصل رسائل دعم، لا ده وصل رسائل دعم بعد اطلاق صافره النهايه وهو لسه في المدرجات في الملعب.
ودي رساله كانت للعيبه عشان تحسم البطوله وتفوز ببطوله الدوري. فدور الجمهور السنه دي شايفه ازاي وتعليقك عليه؟ وهل ده اتكرر معاكوا قبل كده ولا انت شايف ان جمهور الاهلي دايما سنه مع سنه ازدياد السنوات ومع البطولات دايما حبه وعشقه للنادي بيزيد اكتر واكتر؟ عموما لا شك فيه ان جمهور النادي الاهلي دايما بيساند اللعيبه سواء في الحلو او الوحش زي ما بيقولوا. وده اللي حصل بعد بطوله افريقيا وقدر يدي باور للعيبه والجهاز الفني. وطبعا اللعيبه اكيد في تاثر بعدم حضور الجمهور في المباريات. احنا ايام ما كنا بنلعب كان النادي الاهلي كان الجمهور في التدريب كان تشجيعي غير طبيعي. مش طبيعي بالظبط. فده كان بيديك يعني حماس غير طبيعي وباور. جه مستر مانويل جوزيه بعض السنين او بعض الوقت منع حته الجمهور عشان اللعيبه تركز اكتر. ولكن كان بيفتح المدرج للجماهير وهو كان عنده فلسفه في القصه دي بشكل كويس قوي. بالظبط. بيعمل ايه بقى؟ هو كان بيشيل الضغط برضو على اللعيبه في وقت لما تكون اللعيبه ما كانتش فايقه زي ما بيقولوا بلغه الكوره. كان بيبعد الجمهور يقول لهم مثلا ايه لا احنا مش عايزين جمهور عشان ما يتحطش ضغط على اللعيبه. ولكن في الاوقات بقى الايجابيه اللي احنا بنبقى واخدين ثقه بنكسب واخدين بطوله كان بيدخل احتفاليه مع يدي ثقه وباور للعيبه اكتر. واحنا كنا في الماتشات لما كنا بنلعب كان المدرج بيبقى مليان فطبيعي ان انت ما بتعرفش تلعب غير بجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بيدي باور جامد جدا وده اللي احنا اتاثرنا بيه في السنين الاخيره. ولكن جمهور النادي الاهلي كبير وجمهور النادي الاهلي دايما بيقف جنب اللعيبه والجهاز ومجلس اداره وده الطبيعي بتاع جمهور النادي الاهلي اللي هو عايز اقول ان هو ليه جزء كبير جدا جدا في البطولات اللي النادي الاهلي بياخدها ودعم غير طبيعي وسبورت للعيبه. فانا بشكر الجمهور جدا واتمنى ان شاء الله الفتره الجايه كمان يبقى في تشجيع اكتر ويبقى في تحفيز اكتر من الجمهور لان احنا عندنا زي ما قلت بطولات تانية مهمة. والنادي الاهلي انت عارف لما بطولة تبعد عنه بتبقى الامور صعبة بالنسبة لنا لان احنا لما بنشارك في بطولة مطلوب من اللعيبة او الجهاز ان احنا ناخد بطولة. طيب هتخلص من او خلصت من الدوري عندك ارتباطات خلال الفترة القادمة متداخلة في بعضها يعني هتلعب مباراة افريقية في يوم الاحد القادم بعدها باسبوعين مباراة العودة ان شاء الله مع بطل جنوب السودان. لكن ما بين المباراتين عندك مباراة في كأس مصر مع بيراميدز في دور ال 16. انت كلاعب وانت خارج من الدوري العام وانت بطل الدوري وعندك منافسات في الفترة القادمة، ذهنك بتفكر ازاي؟ بتغير دوافعك ازاي وانت عندك احداث وعندك مباريات وبطولات في الفترة اللي جاية؟ بطولة افريقية اخر ست سنين يعني الاهلي كان بيحاول يفوز باللقب تاني وصل النهائي مرتين لكن لم يوفق. فالمرة دي في سعي كبير لدوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي 2019 2020. كأس مصر ايضا كمان بطولة بتحاول تفوز بيها عشان تعمل ثنائية دوري وكأس. زي ما حضرتك قلت انت دلوقتي لعبت النادي الاهلي بتعدي الماتش وتتركز في الماتش اللي بعديه بطوله وتركز في البطوله اللي بعديها خلاص احنا احتفلنا بالدوري وكسبنا نادي الزمالك احتفلنا. ولكن انت عندك بطوله زي ما حضرتك قلت بطوله مهمه بطوله بقى لها كذا سنه غايبه عننا وخصوصا يعني توصل للفاينل وتخسر بعد كده عندك في بين الماتش والماتش او بعديه زي ما حضرتك قلت بطوله ثانيه خالص كاس مصر ومع فريق برضو فريق مش سهل فريق عامل حاله كويسه السنه دي في الدوري. ده دور اللعيب النادي الاهلي ان هو لازم يحافظ على نفسه كويس يعمل استشفاء كويس. اكيد الجهاز الفني له دور كبير جدا وعنده خبرات اللعيبه عندها خبرات من ده ان انت تعمل استشفاء للمباريات على طول. والنادي الاهلي قبل كده جاله سنه كان بيلعب كل يومين ثلاثه ماتش كل 48 ساعه انا فاكر بالظبط وعندك افريقيا وترجع تاني كاس وترجع تاني دوري وهكذا. فاللعيب النادي الاهلي متعود على الضغط ده متعود على المجهود الكبير ده لان هو عارف بيلعب في نادي كبير ما يعرفش غير البطولات ما يعرفش غير المكسب. فان شاء الله اللعيبه خلاص بطوله الدوري خلصت ماتش نادي الزمالك خلص احتفلنا هندخل على افريقيا لازم نستعد كويس تخلص الماتش الاولاني تركز في الماتش في الدور الثاني المباريات الثانيه بعد كده كاس مصر. كل النادي الاهلي بياخد مرحله مرحله او ماتش ماتش وده اللي فرق معانا جدا ان انت كان عندك ابنات كتيره جدا ان انت تجمع الابنات دي ان انت تلعب ماتش وتكسبه وبعد كده تدخل على الماتش اللي بعديه وتكسبه وهكذا. فده دور كبير جدا ما يعملوش غير لعيبه مميزه لعيبه عندها خبرات في النادي الاهلي جهاز فني عنده خبرات في النادي الاهلي. طبعا الاداره لها دور كبير جدا كابتن خطيب عارف امتى يقعد مع اللعيبه عارف امتى يبعد عن اللعيبه عارف امتى ان هو يتحط يشيل الضغط على اللعيبه. كل دي عوامل نجاح وزي ما قلت النادي الاهلي ده الفرق بينه وبين اي حد ان هو
هو نادي منظومه، نادي بياخد قرارات مش عشوائيه، كل حاجه بتتدرس صح، حتى اللعيبه لما بيجي لها عقود احتراف بيشوف المصلحه العامه للاعب، المصلحه العامه للنادي، هو النادي الاهلي زي ما والبديل قلت. ولو في صفقه ممكن تيجي مكانه بيبقى عليها دراسات كده صعبه جدا، مش شرط سهل جدا. بالزبط. طيب بطوله افريقيا يا كابتن امير، لسه بنتكلم على انها بطوله صعبه، واخر ست سنين دوري ابطال افريقيا اخر بطوله 2013 فبتحاول تفوز بيها، لكن البدايه دايما بتبقى المنافس قدامك مش بنفس القوه لما بتوصل لمرحله دور 16 او حتى الادوار النهائيه. مباراه بطل جنوب السودان ممكن اللاعب يفكر فيها ازاي؟ ولما يبقى يعرف ان المباراتين هنا في مصر مش هيسافر او مش هيقطع رحلات طيران خارجيه عشان ياخد مباراه في الخارج، برضو بتحكمها ازاي او انت كلاعب بتفكر فيها ازاي؟ انا عايز اقرب قوي من تفكير او منتاليت اللعيبه في الامور اللي زي دي عشان يسمعوها منك، وانت خضت مع الاهلي ممكن اصعب بطوله، بطوله 2008 وكان تحدي بالنسبه لك بعد رحيل عصام الحضري، وشلت بطوله افريقيا بالكامل مع الاهلي في 2008. زي ما قلت لحضرتك يعني هي قصه كلها النادي الاهلي، اكيد الادوار الاولى غير الادوار ال 16 وال 8 والفاينل وقبل النهائي والحاجات دي كلها، ولكن زي ما حضرتك قلت البدايه مهمه، ان انت لما تكسب ماتش تاخد ثقه الفوز، ثقه ال 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 ان انا خلاص باخد خطوه للخطوه اللي بعديها عشان اوصل للبطوله اللي انا شغال فيها او اللي انا بشارك فيها. يمكن احنا بقالنا سنتين كنا بدانا وحش ووصلنا الفاينل، سواء ماتش الترجي في النهائي وماتش سان داونز كنا بادئين مش كويس في الاول، حصل لنا دروب في الاول وبعد كده ابتدينا نجمع لحد ما وصلنا للنهائي. فانا شايف ان دي فرص وخبرات لعيبه بتستفاد منها وهي اوريدي عندها خبرات، والجهاز الفني نفس الموضوع، ان انت بدايه مهمه بتكسب بتاخد ثقه، ثقه الفوز ثقه المكسب بيجيب مكسب ورساله للمنافسين طبعا هو كده كده النادي الاهلي معروف، يعني رساله للمنافسين اي حد عارف اسم النادي الاهلي عارف ان هو يعني اكيد بيبقى قلقان من النادي الاهلي او مواجهه النادي الاهلي. النادي الاهلي ليه اسم كبير جدا في افريقيا وليه اسم كبير جدا حتى كمان بقى لنا كذا سنه بنوصل بطوله عالم، العالم كله الناس كلها بتتفرج علينا، ولكن زي ما قلت احنا برضو السنه اللي فاتت واللي قبليها كان عندنا اصابات فرقت معانا برضو في الاول، بتوصل للفاينل وانت القائمه بتاعتك يا دوبك بتكمل 18 بالعافيه. بالظبط. لكن دي كلها خبرات وكل دي استفاده بنستفاد منها من اللي فات، وان شاء الله النادي الاهلي يبدا بدايه كويسه، عشان زي ما قلت هو مش النادي الاهلي بيبص لماتش واحد بس، هو بيبص للهدف الاكبر هو البطوله، عشان اوصل للبطوله لازم اكسب كل المباريات، ما ينفعش النهارده حتى وارد الجزئيه دي يا كابتن امير هي الجزئيه دي اكسب كل المباريات، لان كان دايما الاهلي خلال السنوات الثلاثه الاخيره تحديدا كان عنده مشكله في المباريات اللي خارج مصر، ودايما نتائجك خارج مصر ما كانتش بالمستوى المأمول وما كانتش بالنتائج المطلوبه. ممكن توصل نهائي في بطولتين بس ما بتعملش نتيجه ايجابيه بره، فبالتالي ما بتكسبش البطوله. وده عكس قبل كده، الاهلي قبل كده كان بيعمل نتائج بره ايجابيه افضل اكتر من كانت واقوى من بيعملها في مصر. فدي جزئيه مهمه جدا، هي جزئيه مهمه جدا، عشان خلي بالك احنا النادي الاهلي برضو السنين الاخيره جاب لعيبه كتير جدا، وجاب لعيبه كانت يعني بعيده عن ان هي ما عندهاش خبرات، برضو لما دخلت مع النادي الاهلي وابتدت تلعب ابتدت تكتسب خبرات سواء مع المباريات او مع الناس اللي موجوده داخل الفريق. فطبيعي ان انت عبال ما حتى الانسجام كمان يدخل مع اللعيبه، فطبيعي ان انت يعني وخبره الاجواء الافريقيه والماتشات. بالظبط. في لعيبه انت جايب لعيبه ما كانش عندها خبرات، يعني مثلا لو قلنا حسين الشحات راجل كان هداف دوري المصري قبل ما يروح وهو في المقصه، عنده خبرات محليه. صح. لما لعب كاس العالم انديه ابتدى ياخد خبرات بيلعب ضد ريال مدريد، ما عندوش قلق في العين الاماراتي، فما عندوش قلق ما عندوش مشكله. ولكن هو ما كانش شارك في بطوله افريقيا سواء او شارك اعتقد مع المقصه بعض الماتشات اعتقد بس مش زي النادي الاهلي بقى في الماتشات دي. كل ده بيجمع، راح منتخب لعب ضد منتخب افريقي استعداد لبطوله افريقيا، دلوقتي هيلعب مع النادي الاهلي بيلعب في افريقيا، كل دي بتدي خبرات بتخلي اللعيبه كلها تتجمع، بحيث ان انت لازم تكسب هنا وبره، ما ينفعش النهارده العب في النادي الاهلي واجي على ارضي اكسب بس وبره بقى الان، مفيش الكلام ده. النادي الاهلي يعني حتى كمان على مدار التاريخ وعلى مدار السنين النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي دايما بتكسب بره وجوه،
وده طبيعي ولازم يوصل الاحساس ده للاعب نفسه جوه النادي الاهلي، ان انا لازم من المباراه مباراه بلعب مباراه لازم اكسب المباراه. فاكر جيلكم كان بيحطم ارقام قياسيه، يعني لاول مره فريق يكسب انيمبا على ملعبه. فاكر كان بقى لي 10 سنين انيمبا ما خسرش على ملعبه. على ملعب احنا كسبنا هدف ابو متعب باين كان ابو تريكه عمل الجول. بعديها كان القطن الكاميروني برده ما كانش خسر على ارضه، احنا كسبناه في الفاينل هنا وبره. يعني في حاجات كتير جدا حصلت. أسك أبجان يعني كان برضو بقاله فترة كبيرة جدا ملك أفريقيا وكان بيعمل نتائج صعب جدا تتعادل حتى مع على ملعبه كنت بتكسبه رايح جاي. فهي دي يعني الـ مش عايز أقول الفرق بين الجيل اللي قبل كده والجيل دلوقتي، بس ده بيديك فارق لما توصل وتفوز بالبطولة. بالظبط هي مباراة عن مباراة. بعدين خلي بالك انت في الاول حتى كمان ما بتبقاش عارف اسماء الـ 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 الأندية اللي انت تلعبها في البداية. ما بتبقاش نفس القوة بان انت تلعب اسماء او أندية كبيرة سواء في المستوى او اسم النادي نفسه. فالاهلي النادي الاهلي لازم يكسب المباريات دي وبعدين يبتدي بقى يدخل على الادوار اللي بعد كده. هتلاقي بالفرق قويه. النادي الاهلي عنده خبرات كبيره جدا ان هو يكسب بطوله افريقيا والحمد لله. حتى باقل يعني اسوء الظروف انت بتوصل فاينل وبتخسر، مش ان انت بتخرج من نص الطريق زي ما بيقولوا، لا انت بتكمله وبتخسر في الفاينل. ده عادي وارد بتحصل عدم توفيق او كده. ولكن انا بقول للعيبه لازم خلاص يعني بطوله الدوري عدى نبتدي بقى في بطوله، عندنا كاس مصر وعندنا بطوله افريقيا، ناخد من البدايه كلها بدايات. لازم ابدا قوي عشان انهي قوي. تمام. ممكن مواجهه تكون سهله نسبيا ان المباراتين على ملعبك، ولا ده بالعكس بيديك يعني مسؤوليه اكتر انك لا تحسم المباراتين بدري عشان تقدر تبعد عن المفاجات؟ ما احنا زي ما قلنا النادي الاهلي لازم يكسب بره وجوه. انت عندك الماتشين على ارضك فطبيعي انك تكسب الماتشين. والكوره ما فيهاش حته استهتار، يعني ما ينفعش تستهتر بفريق او ايا كان اسمه ايه. ولكن لعيبه النادي الاهلي زي ما قلت حتى اللعيبه عارفة ولازم تعرف ده، ان لازم الماتش حتى لو ماتش ودي لعيب النادي الاهلي دايما نازل في الماتش الودي عارف ان هو لازم يكسب، ما ينفعش يخسر ماتش ودي. عندك اي ماتش في اي بطولة حتى لو الاسم الفريق ضعيف النادي الاهلي نازل ما عندوش حتة ان الفريق ده ضعيف او اللعيبة ملهاش اسماء. النادي الاهلي دايما بيلعب على المكسب ودايما الماتشات كلها واحد، كل الأندية سواء معروفة او مش معروفة بالنسبة للعيبة النادي الاهلي مباراة قوية. طيب عايز انقل لك بقى قدامنا هي صور حصريه من تدريبات النادي الاهلي. اولا بس انا عايز اقول لك الوضع اختلف، يعني زاويه الرؤيه في ملعب التتش اختلفت. انت عارف طبعا دلوقتي بعد الغرف الملابس الجديده والتطوير اللي حصل في قطاع كره القدم بالنسبه في البنيه التحتيه، صاله جيم، سبا، قاعات محاضرات، يعني الاداء جوه في غرفه قطاع الكوره اختلفت تماما عن الفترات السابقه. حتى الباركينج يعني الباركينج بتاع العربيه بتاع اللعيبه، يعني النادي بقى داخل عنده باركينج جوه النادي تحت المدرج. تحت المدرج. شايف ان الامور يعني هو ده النادي الاهلي، دايما في تطور، دايما النادي الاهلي بيعمل احسن للمصلحه العامه، ودايما في جديد في النادي الاهلي. هو ده الفرق بين النادي الاهلي وبين اي حد تاني سواء في الفكر او في المسؤوليه او في الحفاظ على اسم النادي. يعني النادي الاهلي دايما بيحافظ على اسم النادي، الاجيال بتيجي وبتروح، رؤساء انديه بتيجي وبتروح، ولكن هو النادي الاهلي سيظل النادي الاهلي هو فوق الجميع زي ما بيقولوا. فاكر ايام تدريباتكم لما كنا دايما موجودين في ملعب التتش زاويه الرؤيه هتختلف، دلوقتي احنا شايفين المدرج الغربي. المفروض ان المدرج الثاني يكون هو اللي بيتشافوا فوق البرج. ايوه كانوا خارجين منه، دلوقتي هو جاي من اللي هو تحت البرج. دلوقتي الصوره هتبقى مختلفه على طول بقى. يعني خلاص ده اللي هيبقى متشاف، ده المدخل اللي احنا كنا بنيجي منه، ودي الاوضه اللي احنا كنا دايما بنغير فيها والاجيال كلها كنا بنغير فيها. ولكن دلوقتي اكيد زي ما قلت مع التطور مع الانشاءات الجديده اللعيبه ابتدت تغير الغرف اللي موجوده، زود السبا، زود الجيم، الحاجات دي كلها اكيد. وده الفرق يعني بين النادي الاهلي وبين اي حد تاني. تطور او تطوير البنيه التحتيه يا كابتن امير، ده اثره الايجابي ايه على اللعيبه؟ على النادي عامه مش اللعيبه بس. يعني هو زي ما قلت يعني انت النهارده هو اللاعب دايما بيروح لازم، وده لازم الناس تفهمه، لاعب الكوره هو مش رايح بيتمرن بس كده في النادي وخلاص، لا هو لازم النادي اللاعب نفسه يبقى نفسيا مرتاح. نفسيا مرتاح طبعا. تمام. مرتاح في عقدي، مرتاح في تمريناتي، مرتاح ان المدرب بيحبني او لا حتى لو ما بشاركش، مرتاح ان انا ما فيش ضغوطات عليا. كل ده لازم اللاعب يحسه، لازم اللاعب يحسه سواء في النادي الاهلي او في اي نادي موجود او اي نادي في العالم. احنا بنشوف في لعيبه ونجوم في العالم كله ما بتبقاش مرتاحه في انديتها،
كوتينيو مثلا كان في ليفربول كان مكسر الدنيا، راح برشلونه مش مرتاح عايز يرجع وهكذا، وصفافير عليه في الملعب كان بنجوم جمهور يصفر عليه. الراحه النفسيه مهمه جدا. حته بقى الانشاءات والاداره والكلام ده كله لاعب يعني مش هيبقى ليه دور فيه، ولكن هو زي ما بيقولوا بيتحط في اي مكان، بيتحط في غرفه دي او بتاع، ولكن الحاجات دي بتعمل عامل نفسي ايجابي كويس جدا للاعب نفسه، يعني سواء تغيير بقى ملعب، ارضيه ملعب نفسها ممكن تحس ان ارضيه الملعب مش حلوه نفسيا تبقى متضايق. طبعا لازم العب على ارضيه حلوه. لما احس النهارده النادي بتاعي بيغير ارضيه الملعب، لما احس النادي النهارده بيغير اوضه اللبس، لما احس النهارده بيوفر اجهزه الاستشفاء بالظبط، يعني افضل جهاز في الاستشفاء دلوقتي الجهاز الكاريو اللي هو تقدر تدخل فيه في نيتروجين مع ليزر في ظرف 3 دقائق، لو انت لاعب مباراه 90 دقيقه 3 دقائق داخل الجهاز تطلع تلعب بكره. لا بالظبط، هي دي اللي انا ده اللي انا بقوله في الاول، ان النادي الاهلي او لاعب النادي الاهلي، هو النادي الاهلي بص للمصلحه العامه. عارف ان اللاعب النهارده عنده ماتش، لسه خارج من بطوله هيدخل على بطوله ثانيه، داخل على ماتش هيخلص على ماتش ثاني، وبعد كده تدخل على افريقيا رايح جاي، وبعد كده عندك كاس مصر ومسافه صغيره. في النادي الاهلي شايف ان لا لازم اعمل جيم، لازم اعمل مكان الاستشفاء، لازم اعمل مكان الجاكوزي في تلج، في جاكوزي سخن، الحاجات دي كلها مهمه جدا. وهو ده بيبقى في الصالح العام، وده وزي ما قلت ده بيبقى بالتنسيق مع اللعيبه، مع الجهاز الفني، مع الاداره، مع لجنه الكوره، كل ده وده سيستم كامل كله اداره كامله بتشتغل عليه، سيستم سواء من مجلس اداره سواء من اللعيبه. ما هو انت خلي بالك التواصل ايه، اللاعب بيبقى عنده مثلا مدير كوره كابتن سيد ابو حفيظ، طبعا انا بحييه جدا وعامل مجهود كبير جدا جدا مع اللعيبه، وشال ضغط برده عن اللعيبه في اوقات كتيره جدا. فانا شايف ان هو يعني له دور كبير قوي قوي في في الفتره الاخيره. الجهاز الفني، الناس اللي موجوده، الجهاز الفني عنده اسماء كويسه، عنده خبرات، كابتن خطيب ومجلس الاداره عارف امتى بيتدخل وامتى بيشيل الضغط عن اللعيبه، كل دي وشوف احتياجات اللعيبه، كل ده ده سر نجاح النادي الاهلي. لا وبنسبه يعني حضرتك بتتكلم الشيء يذكر خبرات الجهاز الفني قدامنا اهو في الصوره، حتى الكابتن محمد يوسف، الكابتن محمد يوسف السنه دي في اي مكان بتطلبه عشان الجهاز محتاجه او فريق كوره محتاجه هتلاقيه موجود. طلب منه يكون مدير كوره كان موجود، طلب منه يكون مدرب عام موجود، مدير فني موجود، مكمل حتى مع لاسارتي موجود، وكابتن يوسف واخد دوري ابطال افريقيا قبل كده مع النادي الاهلي عام 2013 كان مدير فني، فهو حتى قدامنا في الصوره. فالشيء بالشيء يذكر، واحنا بنتكلم عن كل الناس اللي كان ليها يعني الناس كلها اجتهدت واشتغلت كمدير كوره، كمدرب، كمدير فني، كلاعيبه كمان، كان دور مهم جدا كعمال قطاع الكوره، كابتن محمود الخطيب، لجنه التخطيط في الاخر بتخطط كمان للفتره اللي جايه، كله بيأدي حسب الدور المنوط بيها يا كابتن امير. يعني زي ما حضرتك قلت كل دي عوامل للنجاح. انت النهارده عندك لجنه تخطيط كابتن خالد بيبو وكابتن زكريا ناصف وكابتن شيخ طه اسماعيل، يعني الناس بتشتغل. مجلس اداره بيعمل امتى اجتماع لجنه كوره عشان يعرف اللعيبه احتياجات اللعيبه، مين اللي ما جددش، مين اللي محتاج عقده يزيد، كل دي عوامل نجاح النادي الاهلي. وميزه النادي الاهلي ان كل واحد عارف هو بيشتغل ازاي، سواء من عامل او لاعب كوره، اداري، مسؤول، كل ده احنا في الاول وفي الاخر احنا بنبقى جزء من كيان النادي الاهلي. فالقصه كلها ان انت التكاتف ده كله، وكل واحد بيبص لمصلحه النادي، وكل واحد بيشتغل صح، هو ده اللي بيميز النادي الاهلي عن اي نادي تاني. طيب فرصه وانت معايا برضو اسمع رايك، يعني قدامنا مثلا عمار حمدي لاعب صاعد طلع اعاره ورجع مع النادي الاهلي وموجود معاهم الفتره الجايه، أفشة، محمود متولي، أريو ديانج، كلاعب عنده خبرات وكنت كابتن في النادي الأهلي، إزاي بتستقبلوا لعيبة جديدة لسه داخلة منضمة للصفوف الفريق الأول، وإزاي بيخشوا يندمجوا بسرعة عشان يبقوا موجودين جوه المجتمع الأهلي أو كيان الأهلي؟ بص، هي دي ميزة النادي الأهلي، دي حقيقة. في عوامل تانية، أنت عندك اللعيبة النهاردة لو شفنا أفشة، شفنا محمود متولي، إحنا كل اللعيبة دي موجودة في المنتخب مع بعض. وجوده جوه النادي الأهلي دي ميزه، ان انت عندك النهارده حتى لو لاعب جاي من اي نادي منافس، نادي كبير، بيدخل جوه على طول في التيم، من افريقيا بيدخل التيم، هو ده روح الجماعه، روح اللعيبه. انا شايف ان اللعيبه نفسيا كمان مبسوطين جدا، الناس المصابه راجعه باشتياق للكوره. فشايف ان ميزه النادي الاهلي ان اللعيبه بتدخل على طول، الاجواء نظيفه زي ما بيقولوا، اجواء نقيه. ان انت النهارده عندك لعيبه مميزه، لعيبه محترمه جدا، لعيبه يعني مؤدبه جدا، لعيبه خلي بالك لعيب النادي الاهلي بيبان
وهو سواء في تجمعات منتخب او في اي مكان لاعب النادي الاهلي بيبان، بيبان من 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 سلوكه، بيبان من نظامه، بيبان من تركيزه في الملعب، هو محطوط تحت ضغط فبيبان لاعب النادي الاهلي. والاجواء انا شايف الاجواء كويسه جدا، واي حد حتى لو داخل ممكن يلعب ماتش بعد تاني يوم. ودي الميزه اللي موجوده في النادي الاهلي، وده دور اللعيبه الكبيره اللي موجوده اللي عندها خبرات، ده دور كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني، لجنه الكوره طبعا ما بتقعد مع مجلس الاداره، ما بيجي يختاروا اللعيب للنادي الاهلي بيجيبوا اللاعب اللي هيفيد النادي الاهلي، اللاعب اللي هو فعلا اخلاقيا وسلوكيا وفنيا يقدر يمثل النادي. دي كلها عوامل النجاح زي ما قلت لحضرتك قبل كده. تمام. برضو احنا بنتكلم في جزئيه النادي الاهلي والتدريبات قدامنا. النهارده بنتكلم في الخميس، الماتش يوم الاحد، خلال ال 72 ساعه ازاي بيتم التحضير لمباراه مهمه زي مباراه بطوله افريقيا وانطلاقه وبدايه جديده وتغيير دوافع؟ بقى انت فزت بالدوري وكان في احتفالات وكان في افراح خلال الفتره الاخيره، وبتبدا بطوله تانية بعد 3 ايام. في الثلاث ايام ده الجهاز الفني بيقول للاعيبة، او انت كنت ضمن طبعا لاعب النادي الاهلي وكنت موجود في 2008 وحضرت بطولات كتير، لكن في التوقيت ده وفي ال 72 ساعه بتتحضروا ازاي؟ هو مش الموضوع في 72 ساعه بس. ايوه، الموضوع بعد ماتش الزمالك، الموضوع بعد ما احتفلنا بالدوري انتهى خلاص، احنا عندنا الماتش انتهى، البطوله انتهت، لازم نحضر، عندنا ماتش. انت حضرتك بتقول 72 ساعه من 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 ماتش الزمالك فرق قد ايه؟ بنتكلم في حوالي 10 ايام. 10 ايام. هو بقى النادي الاهلي لا يعني بعد نادي الزمالك خد 4 ايام راحه، بعد الماتش على طول في الاوضه، انا متاكد ان كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني اتكلم، يا جماعه خلاص نفرح النهارده، خد اجازتك 4 ايام، نبتدي نشتغل جامد، عندنا بطوله كمان ايه 10 ايام اللي احنا بنتكلم فيها 72 ساعه دلوقتي. فالموضوع مش 72 ساعه بس، الموضوع ان انا خلاص خدنا البطوله وخدت راحتي كويس، ابتديت اشتغل بعد 4 ايام من مباراه نهايه الدوري اللي هو نادي الزمالك. تمام. ابتديت احضر امتى انزل بالحمل، امتى اعلي الحمل شويه، امتى اعمل ماتش ودي في النص او ماتشين بين الماتش الودي والماتش الودي قد ايه؟ هل الماتش الودي ده هيفيدني ولا لا؟ هل الماتش الودي دوت انا عامل ماتشين ولا واحد؟ لازم اعمل اثنين عشان الاساسي كده كده بيلعب، الاحتياطي لازم ياخد جزء، بعد كده هاجي على الماتش الثاني لازم جزء من الناس الاساسيه على الناس اللي هي ما بتشاركش. كل دي عوامل مع التنسيق مع الجهاز الفني ولجنه الكوره والاداره. بعد كده بتدخل بقى ال 72 ساعه دي بتفرق في حاجه واحده بس، التركيز بيزيد قوي. تاني حاجه بيبقى عندي قبليها ب 48 ساعه لازم عندي تراي ماتش، عندي تمرينه قويه شويه فيها تاكتيك، ببتدي احط الناس اللي هتلعب بنسبه كبيره. ممكن يبقى عندي واحد او اثنين محتار فيهم، ابتدي العب في الخطه شويه او في او احط ده مكان ده شويه لحد ما اثبت على التشكيل. ببقى داخل قبل الماتش بيوم، بيبقى الماتش خفيف، التمرين خفيف جدا، حاجات بسيطه، بيبقى خلاص التشكيل بيبقى باين واضح، اللعيبه بتدخل في معسكر، اللعيبه تبتدي بقى كل واحد عارف دوره ايه، سواء اللي هيلعب او مش هيلعب. ده التحضيرات اللي هي قبل قبل التحضيرات نفسيه كمان مهمه جدا. تمام. تلاقي في اجتماع، تلاقي في حاجه، هو ده اللي بيحصل قبل الماتش ب 72 ساعه. زي ما قلت النادي الاهلي يعني ماشي بمنظومه، وده الفرق بينه وبين اي حد. طيب سؤال اخير واتمنى اجد اجابه عليه من خلال كابتن امير، ليه دايما عندنا في مصر في ازمه في احتراف حارس المرمى؟ ليه ما بنشوفش حراس المرمى محترفين في الخارج؟ رغم ان الفتره الاخيره بقى خلاص عندنا عدد كبير جدا من اللاعبين بيحترفوا في الخارج. هو زي ما حضرتك قلت يعني لو اتكلمنا على الاحتراف، كان الكابتن نادر السيد قعد فتره كبيره جدا وكان خرج بعد كاس الامم الافريقيه، عواد شويه لما راح السعوديه، الحاضر يرجع السنه السعوديه، ولكن احنا عندنا حراس مرمى. هي الفكره زي ما قلت لحضرتك قبل كده، النادي انا هتكلم انديه، مش انا بتكلم في شكل عام في الكره المصريه. مش النادي الاهلي، بتكلم في الكره المصريه بالظبط. النادي النهارده بيجي يبص، انا النهارده عندي حقتين حراس مرمى، لو انا مشيت واحد هل التاني بنفس قدر المسؤوليه والمستوى ان هو يقدر يشيلني ولا لا؟ يعني مثلا هقول مثلا النادي الاهلي النهارده عندك شريف اكرامي وعندك محمد الشناوي وعلي لطفي. لو اتكلمنا على اتسالت قبل كده النادي الاهلي محتاج جول كيبر ولا لا في الفتره الاخيره، فطبعا قلت لا طبعا، لان انا عندي ثلاثه حراس مرمى ممتازين، ثلاثه حراس مرمى دوليين وخبرات كبيره. انت عندك النهارده الشناوي لما بيلعب، شريف كرامي موجوده، وعلي لطفي. فانا اتسالت فقلت ان في حاله واحده بس، ان النهارده لو محمد الشناوي جاله عقد احتراف ممكن في اللحظه دي، في ظل كان طبعا شريف كان بعيد شويه للاصابه، علي كان بقاله فتره كبيره جدا ما بيشاركش، ولكن
في وجود الشناوي وشريف وعلي طبعا. انا مش شايف ان في مشكله في حراسه المرمى، والاحتراف لازم برضو عن طريق النادي. لو حارس مرمى جاله هو النادي اللي بيقرر، بيشوف مصلحه النادي، بيشوف مصلحه اللاعب نفسه، وبعد كده بيقرر بقى سواء يقعد او يمشي. تمام كابتن امير عبد الحميد، انا بشكرك شكرا جزيلا، وكل سنه وانت طيب، وعيد اضحى مبارك يا رب، وان شاء الله نلتقي دايما كده على خير، ونتمنى كمان على مستقبل اكاديميه الاهلي ان شاء الله في زايد، ونشوف كمان لاعبين صغار يطلعوا تحت ايدين الاكاديميه، ونشوف الفتره الجايه ان شاء الله في قطاع ناشئين والفريق الاول باذن الله. ربنا يخليك يا حماده، متشكر جدا ليك، انا سعيد ان انا معاك النهارده، كل سنه وانت طيب، وكل سنه وسلامه دايما يا رب. الشعب المصري والامه الاسلاميه بخير، وان شاء الله نلتقي على خير باذن الله. باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن امير. فقره كانت مهمه جدا في ختام حلقه الاهلي الليله، في ختام هذا الاسبوع يوم الخميس، مع الكابتن امير عبد الحميد. قدر الامكان حاولنا بس يعني ايه نلقي الضوء شوية على التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تكون في التدريبات، في غرف خلق الملابس، في الاستعدادات للمباريات الإفريقية، الدوافع المطلوبة في المرحلة القادمة. ولما لا، أنا معايا النهاردة يعني كابتن النادي الأهلي وحارس مرمى النادي الأهلي وأحد الحراس اللي شال بطولات إفريقية مع النادي الأهلي في توقيت كان صعب جدا، لا سيما نهائي إفريقيا في الجروة مع القطن الكاميروني. إن شاء الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة، وكل سنة والشعب المصري والأمة الإسلامية وجماهير النادي الأهلي يا رب بخير وفي صحة وسلامة دائما يا رب، وعيد أضحى مبارك على الجميع بإذن الله خلال الفترة القادمة. شكرا وإلى اللقاء.